معايا من الجزائر رشيد بودوية هكا بو يديوة. يا بو يديوة، ايش عملت في العالم العربي وفي العالم الكل؟ شكرا لك على قبول الدعوة في أول لقاء إعلامي. ظلي ما خرجش حتى وسيلة إعلام، وحتى الجزائر مازال ما طلعتش. مازال ما طلعتش حاليا، أول ظهور لنا في الأسئلة واستفسارات كبيرة لازم نشرحوها. ايه والله كل مرة نشرح البعض حتى تنتهي. طب ليش اخترت هالعملة هذه الساعة؟ مبروك الزواج أول حاجة، حضر له غنية مبروك من بعد جهينا. ما مبروك عليك خويا العرس، في كل الحالات مباركولك. ولكن كيفاش جاي لبالك تاخذ زوز نساء؟ تو فما شكون ياخذ زوز نساء؟ ما ياخذ الاولى بعد مده ياخذ الثانيه، يطلق الاولى ياخذ الثانيه. سيادتك في ليله واحده حطيت واحده على اليمين واحده على اليسار. يعني الانسان، يعني كما قلنا، يعني الانسان والرجل يعني يحب التعدد، هذه من فطره الانسان. دونك من الاحسن يعني تجي تخمم لها وتحسب لها تلقى يعني كيبداو مع بعض خير، يعني يكون تزوج الاولى ومن بعد تطلق الثانيه، ولا ما توصلش تكون متهني مع الاولى وتجيب الثانيه. يكون في اشكال، يعني العادات تاعنا يعني تقول باللي اك فرطتي في الزوجه الاولى، اك عدلت حتى في ليله يعني العرس. معناتها حبيت تكون عادل في ليله الحرس كلهم مع بعضهم ليله واحده. مش ما يطرحتش مشكل. وكيف يقولوها ثم الانسان درك الرجل في رحله البحث على زوجه صالحه، راح يتعرف اناس، راح يتعرف بعائلات. يعني احنا بعد التصفيات يعني اللي صارت، يعني هذو الزوج يعني ما شاء الله عائلات، ما شاء الله يعني ناس محترمين قاريين مثقفين ناس ناضجين، يعني ثم كي يعود عندك ما يكونش ما تقدرش تخير بين وحده فيهم، يعني اضطريت اني نصارحهم في زوج، والحمد لله يعني هما ناضجين يعني تقبلوا الفكره يعني والحمد لله. معناتها يعني النساء الزوج قبلوا بالفكره انه يكون عرس واحد، وترهنوا زوج انهم قبلوا انه كل واحده تكون مرتك في فرد ليله. نعم. هو سؤال شخصي شويه، ما معش كنا روحت من بعد على الاثنين. يعني الانسان يعني نوع كاين هذوك الناس، يعني اهم فكره تدور في بالهم يعني على الليله ولا على العلاقه يعني الانسان عنده العمر الكل، هذه واحده وهما الله يبارك ما شاء الله يعني كي الخاوه يعني متفاهمين، ما كانش يعني اشكال. فرضا با اكزومبل كمثال كي نركبوا في السياره يعني عادي، واحد نص ساعه تقعد هي الاولى الاخرى في الخلف، يعني ما عندهمش هذاك التفكير. يعني حتى التو مازال ما عندكش، حتى التو يعني ما عندهمش الافكار هذه تافهه. يعني حتى التو مازال ما عندكش اشكالية شكون تقعد من قدام وشكون من تالي، شكون اللي مفضلة اكثر غدوة بعد. يعني الحمد لله هما كالاخوة، يعني لدرجة يعني هما اللي يفضلوا بعد، هي تقولها قعدي انتي، الاخرى تقولها قعدي انتي، يعني الحمد لله قاشي كيوانسا مش حتى نوصلوا للعبة تاع شقشق. بدون ما نديروا شقشق يعني هما متفاهمين يعني الحمد لله. هذا اول عرس لك انت، معناتها ما عرسش قبل؟ اول عرس معناتها قعدت وقمت عرس، معناتها من قبل في مخك انك باش تعرس بزوز، ولا كيفاش جات لبالك الفكره؟ خاطر في العاده واحد كيف مش عارس بوحده، معناتها عنده الحق الراي العام في الـ في الـ في الفيسبوك تقلبت الدنيا. معناتها كيفاش شاب جزائري قداش عمرك سامحني يا رشيد؟ 35 سنه. 35 كون، وقمت عرست بزوز، كيفاش جاي لبالك من قبل مخمم هكاك؟ كيفاش عرفتهم؟ كيفاش عرفوا بعضهم؟ كيفاش حكيت لهم الحكايه؟ ما هي سهلة معناتها. هي في البداية كأي إنسان قلنا يبحث على زوجة واحدة. كان في مخك تلوج على امرأة. كان في مخك زوجة واحدة، نعم. لكن في رحلة البحث وأنت تبحث راك تسقسي، راك تتعارف هكذا، تسقسي الأهل، هل لكن كاينة زوجة صالحة كاش متعارفي من فامي مليحة، يدرسوا معاك، أنت تروح تدرس تشوف بالك كاين إنسانة تستاهل أنها تكون زوجة. في الرحلة تاع البحث صادفت مع الاثنين هادو، هما يعني المخيرين اللي قدرت يعني شفت يعني ما شاء الله في الفهم. معناتها في رحلة البحث لقيت زوز، ما نجمتش تختار واحدة على واحدة، قلت هذو الزوز. اكزاكتومون. ما قدرتش يعني نفصل كيما أنت ذاك تصرح حاجة كتصفيات ويوصل الله فينا، ما قدرتش أعطيك كأس الوحدة. عملت ستار أكاديمية ما في الآخر لقيت زوز معناتها. كيفاش عرفتهم ببعضهم؟ كيف أن الله فينا؟ يعني تحتم تاع الإنسان أنه يكون صريح، يعني الرجل لازم
اي رجل يحب التعدد هذه، والحمد لله الشرع والقانون محلل لنا في الجزائر عندكم حق التعدد انه يعدد الانسان. ثم كيفاش صارحتوا؟ انت كرجل يعني كاين رجل يصارح ويواجه ويحاول يقنع، وكاين رجل يخليها في قلبه ويروح ينساق نحو امور ربما حرام ولا امور ربما غلطه. اي وحده في السر يعني وحده في العلن وكذا. اكزاكتومون. كيفاش قلت لهم يعني قصر لي يا رشيد؟ يعني صارحت. كيفاش قلت لهم؟ كيفاش قلت كل وحده راني باش ناخذكم زوج؟ سي ما ونعطيو الوصفه السحريه للرجال. اولا حكمت كل وحده وصارحتها بالامر، يعني صارحتها بالامر على وفي الاول يعني بضحكه، صارحتها بضحكه. اه جبت الفزكه. لازم تقيس اتونسيون. لازم تقيس اتونسيون، يعني تشوف يعني تشوف كيف يقولوا رده الفعل. بضحكه يعني انت على الاول تهدرها بهزار، من بعد شفنا يعني الحق قيتهم ناجين، يعني قيتهم باللي ما عندهمش يعني مشكل في كما يقولوها في الفكره هذه. ومن بعد جمعتهم الاثنين، جمعتهم الاثنين وهضرت لهم، قلت لهم فوالا هاي الفكره تاعي، قلت لهم هذه حاجه حللها لي ربي سبحانه. الحمد لله انا راني عادل وان شاء الله نكون عادل اكثر من هيك، ان شاء الله ربي يقدرني اني نكون عادل. هاي. بالامكانيات يعني بسيطه، يعني راني انسان بسيط، يعني الحمد لله كما يقولوها مانيش كما يظنوا الناس على الفيسبوك قاعده تظن باللي راني غني وباللي عندي ممتلكات وعقارات، يعني العكس، يعني اصلا العرس البسيط هذا درته على خاطرش كنت في ضغوطات وتحتمت عليا نزرب نروح نكري دار ونرممها شويه ونديرها شويه صبغه شويه، قلت ندير عرس بسيط على قد الحال على قد التكاليف، درت حلويات بسيطه. معناتها اللي نفهموا منك كاري دار وحده للزوز نسيت توا يسكنوا مع بعضهم فرد دار؟ وي سكنوا مع بعض فرد دار، وي متفاهمين. يعني الحمد لله عايشين فرد دار مش كل وحده ودارها. نو فرد دار حفرد دار. فما نساء حتى مع ام الراجل تقول لك ما نحبش نحب داري وحدي، كيفاش قبلوا هذوما فرد دار؟ هذه انت مزهر برشا وانا انت سحار واحد منهم. قلت لهم هاي الفكره ها واش كاين ها واش كاين. الحق مع الوقت يعني هما تالمو ناضجين ويفهموا رزان، الحق عادوا اصدقاء، يعني لقيتهم مره اثنين ثلاثه، من بعد ما تكلمت مع العائله تاعهم عادوا كما يقولوها قربتهم عندي للشغل نتاعي، عندنا هكا ننشطوا مع بعض. يعني زادوا اصبحوا اصدقاء كما يقولوها، زادوا حبوا بعض يعني. والعائلات وعائلات البنات وعائلات البنات بوها وامها معناتها المراه الاولى والثانيه كانوا قابلين الفكره ولا كانوا متردين نسبيا ولا كيفاش معناتها؟ نكونوا صرحاء. نكونوا صرحاء هذه في العائلات سواء العربيه وخاصه احنا العائلات الجزائريه. يعني في الاول يعني واحد ما راح تقبل الفكرة كما هيك. صحيح. صراحة. فكرة غريبة. يعني يكونوا صرحاء، يعني واحد ما يتقبلها، علاش؟ من باب الخوف، من باب الخوف، انهم يخافوا يقول لك اه بنتي بالك ما تكونش مهنية، يقول لك احنا عندنا هذه الزوجة الثانية يقولوا لها الضرة. جاية من الضرار. احنا العكس، احنا يعني تلموا اخوة يعني ما يحبوش لا بغى يسميوا بعض الضرة. يقول لك احنا ماناش ضرة البعض، يعني ما راحينش نضروا بعض، العكس احنا رانا اخوة. ثم يعني المفهوم الخاطئ يعني تاع المجتمع تاع انه الراجل كي يدي زوج نساء يكون دائما بيناتهم مشاكل، هذه فكره غلطه يعني الحق، يعني نحمد ربي اني كنت سبه باش نصحح الافكار الغلطه هذه، ربما حيت السنه تاع التعدد اون ميم طون نصلحوا الافكار، نصلحوا الافكار انه تاع كل زوج نساء يديو راجل ولا راجل يدي زوج نساء ولا ربع نساء راح يكون فيه مشاكل، ما يكونش فيه مشاكل كي نساء ناضجين وعلى قدر من التربيه والزوج واقف بالنصح وبالعدل. من المستحيلات السبع يصراو مشاكل يعني. نتقابلوا بعد عام ولا عامين نشوفوا شنو الدنيا الساعه، ما دايما ما نحكموش عليها توا رشيد. وربما نكونوا في اربعه مش اثنين. ما زلت ناوي شو ما ان شاء الله ديما لا ربي يوفقنا ان شاء الله ربي يرزقنا، يعني هذا حلال ربي يبارك فيه. ما زلت ناوي على زوز اخرين واسمعوا زوز الاخرين فرد ليله زاد بالله. كيفاش لقيت رده فعل الفيسبوك؟ معناتها كنت متوقع الضجه الكبيره اللي عملها العرس نتاعك؟ والله يعني الله اعلى واعلم انه انا ما كنتش درت العرس نتاعي باش اقيم ضجه، يعني صراحه قلت لك والله على درت عرس على حسب الامكانيات نتاعي. يعني كون درت عرس كما العادات والتقاليد الجزائريه كان راح يكلفني اموال طائله. وانا ما نكذبش عليك قلت لك انسان بسيط متواضع، قلت المنزل كريتو يعني مصاريف قليله، قلت ندير حفله صغيره يعني على قد الحال. كما يقولوا احنا هذاك دي بتي جاتو هكذا، عرضت اصدقائي والزوجات نتاعهم ما يتجاوزوش العشر اشخاص. لكن بالصدفة صادف انه من بين الحضور صحفية من العائلة تعمل في جريدة يعني
مشكورة الأخت منيرة علي ومنيرة كانت حاضرة يعني بالصدفة راح تبارطاجات فوتو أنا ما كنتش يعني على علم يعني على دراية هي بارطاجتها مع العائلة في الصفحة تاعها يعني ما كنتش نسمعت الضجة الكبيرة هذه يعني ما كنتش نبحث على الشهرة يعني ومي والناس هذو تاع الفيسبوك واش نقولوا لهم نقولوا لهم يعني أما نتصور ربي يبارك فيكم إلى جانب الضجة رشيد حضر في كلام غير لائق يعني نقولوا لهم يعني ربي يهديهم يعني وصلنا لزمان وين عاد الحلال هو اللي عاد غريب وعاد